إن تابوت العهد والقوى الساحرة بحوزته، عودة الشياطين تجعل زمام الأمور بيده. لا، بل إن عودتهم تعود علينا بنفع. عارا؟ من استدعى هذا الساحر إلى هذا المكان؟ أنا من استدعاه. هل بالفعل سيدنا سليمان كان ساحر؟ وإن تسخير الجن والرياح والملك اللي كان يمتلكه من المشرق للمغرب، هل ده كان بسبب السحر؟ ده اللي هنعرفه في قصة النهاردة. القصة اللي هنتكلم عنها النهاردة تعتبر من القصص الغريبة اللي بتثير الجدل لحد يومنا ده، خاصة ان تم ذكر القصة ديت في آية واحدة بس في القرآن، وكمان الموضوع ده يخص سيدنا سليمان عليه السلام. واللي يخص سيدنا سليمان او انبياء بني اسرائيل هتلاقي في الموضوع ده كمية اسرائيليات ملهاش اول من اخر، خاصة ان الموضوع ده يتعلق بملكين من السماء ربنا نزلهم للأرض علشان يعلموا الناس السحر. أيوة زي ما انت سمعت كده بالظبط، في ملكين تنزلوا للأرض في مهمة محددة، والمهمة ديت هي تبرئة سيدنا سليمان من تهمة بشعة، تهمة حاول الشيطان يلزقها فيه وهي تهمة السحر. والملكين دولت هم الملك هاروت والملك ماروت. تعالوا بقى نعرف الحكاية باختصار، بس قبل ما نعرف القصة من أولها ياريت نصلي على النبي ونعمل لايك للفيديو. في الفترة الأخيرة من حكم سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام كان كبر في السن خلاص، فبدأت الشياطين تصعد للسماء وتتجسس على الملائكة اللي فوق اللي بيتكلموا مع بعض علشان يعرفوا أخبار الأرض والسماء، ومنها أمور كانت لسه هتحصل في الأرض، وده طبعا كلام الجن نفسهم، وده ذكر في سورة الجن. قال الله تعالى في سورة الجن: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وده معناه انهم تجسسوا في فترة من الفترات بالفعل، وبقت الشياطين تنزل من السماء للأرض وتحكي للكهنة، كانت بتحكي لهم اللي سمعوه من ملائكة السماء، فيقوم يخرج الكهنة للناس ويحدثوهم بأمور لسه هتحصل في المستقبل. ولما الأمور ديت كانت بتحصل فعلا كانت الناس بتصدق ان الكهنة دولت يعرفوا الغيب، وبدأت الناس بالفعل تنساق خلف السحرة والكهنة وبعدوا خالص عن عبادة ربنا اللي بتقول لا يعلم الغيب إلا الله. وبعد ما استقر الأمر نوعا ما بدأت الشياطين تدون علوم السحر في كتب وينسبوها كمان لسيدنا سليمان، بل يقال إنهم كانوا بيكتبوا قبل أي صفحة أو في المقدمة بتاعتها: هذا ما كتب آصف ابن برخية عن سليمان ابن داود من زخائر كنوز العلم. ويقال إن آصف ابن برخية ده كان الكاتب الخاص بسيدنا سليمان، وكمان هو اللي جاب لسيدنا سليمان أو أحضر له عرش بلقيس في القصة المعروفة في قصة سبأ. لما وصل الكلام ده لسيدنا سليمان غضب شديد، وأمر بجمع كل الكتب ديت ودفنها تحت العرش بتاعه، بل وهدد بقتل كل اللي يتعلم السحر أو يعلمه لحد. وطبعا الشياطين ما كانتش تقدر تقرب أو تلمح عرش سيدنا سليمان، لأنهم لو اقتربوا منه احترقوا بقدرة الله. وبعد موت سيدنا سليمان الفرصة جات للشيطان، والفرصة طبعا انه يفتن بني اسرائيل، والفئة ديت من الناس طبعا مفيش اسهل من فتنتهم. فتمثل الشيطان للقوم ساعتها وقال لهم ان في كنز كبير مدفون تحت عرش سيدنا سليمان، وراح معاهم لحد مكان العرش. لما طلبوا منه انه يقرب معاهم لحد عرش سيدنا سليمان خافوا وتحجج وقال لهم انا مقدرش اقرب، بس قال لهم انهم لو حفروا وما لقوش حاجة هو هيقدم نفسه ليهم علشان يقتلوه، وبالفعل يحفر الناس بس يلاقوا كتب ما يلاقوش كنز. والشيطان ساعتها يتكلم ويقول للناس ان سيدنا سليمان ده كان ساحر، وان ملك سيدنا سليمان ده كله كان من تسخير الجن والرياح، وان امتلاك سيدنا سليمان لمشارق الارض ومغاربها كان من علوم السحر اللي موجودة في الكتب اللي كانت مدفونة تحت عرشه. وبعد الشيطان ما لعب في عقول البشر اللي كانت واقفة كلها بلا استثناء يختفى من المشهد تماما، وبدأت الناس تصدق ان سيدنا سليمان ما كان الا ساحرا والعياذ بالله، وان كان سيدنا سليمان بيدعي النبوة عليه السلام، بل وراحوا يمارسوا ويتعلموا السحر على نطاق واسع بدون تحريم من اي حد، خاصة لما اتصدموا في نبيهم سليمان وصدقوا عنه الكلام ده. وكمان بدأت الشياطين تعلم الناس السحر بكل الفنون والخدع بتاعته، وهنا بقى أرسل الله ملكين للأرض وهما الملك هاروت والملك ماروت، وكانوا نازلين لتبرئة سيدنا سليمان من تهمة السحر. نزلوا في مدينة بابل بالعراق وبدأوا يعلموا الناس السحر بالفعل علشان يعرفوهم إن ده مجرد سحر وكفر بالله،
وإن معجزات سيدنا سليمان تختلف بالكلية عن السحر اللي هم بيتعلموه، واللي آخره يفرق بين الزوج وزوجته بأمر الله ليس إلا، وإن تعليم السحر اللي هم هيتعلموه مش هيسخر ليهم رياح ولا حيهب لهم القوة زي قوة سيدنا سليمان طبعا عليه السلام، بل وكانوا بيحذروا الشخص اللي كان بيتعلم السحر ويقولوا له اللي انت بتتعلمه دوت ما هو إلا فتنة وكفر بالله. قال الله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكانت نية التعليم إن الناس تفهم إن السحر ده مجرد تخيلات، وإن السحر اللي بتعلموه ده ما هو إلا تأثير روحاني لا يرقى لدرجة المعجزات. طيب إيه مدى مصداقية الحكاية اللي أنا بقولها ديت في شريعتنا الإسلامية؟ ركز معايا علشان لسه في حكاية تانية. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. ده معناه ان الناس اتبعوا كلام الشيطان اللي تلاه على سيدنا سليمان بهتانا وزورا، وان كتب سيدنا سليمان عبارة عن سحر، ولكن الحقيقة دي كتابة الشيطان. والآية هنا كمان بتبرأ سيدنا سليمان من تهمة اتنسبت ليه، وهي تهمة الكفر والسحر، والقرآن برأ سيدنا سليمان. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهنا القرآن بيأكد ان الشياطين هم اللي كفروا، ان سيدنا سليمان بريء من تهمة السحر. ومش كده وبس، دول بقوا يعلموا الناس السحر كمان. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وده تأكيد واضح من الملكين هاروت وماروت اللي نزلوا في مدينة بابل في العراق وعلموا الناس السحر وحذروهم منه ومن أفعال الشياطين، وإنه فتنة وكفر بالله، وإن السحر ده فيه منه تفريق بين الزوج وزوجته، وده يعتبر من أشد أنواع السحر، لأن علاقة الزوج بزوجته من أقدس العلاقات اللي بتكون بين طرفين فيها مودة ورحمة زي ما ذكر في القرآن الكريم، وإن ضرر السحر ده لا يقع إلا بإذن الله وبس. طبعا الرواية ديت من أصدق الروايات لتبرئة سيدنا سليمان لأنها متوافقة مع اللي جاء في القرآن الكريم. الحكاية التانية غريبة شوية، قال فيها الإمام الحافظ ابن كثير إن الرواية ديت أقرب للإسرائيليات، وهي إن الملائكة تعجبوا من عصيان البشر وإزاي يعصوا ربنا، فربنا أراد إن هو يعلمهم درس، فأمر الملائكة إن هم يختاروا اتنين علشان ينزلوا الأرض، ووضع في الملكين دول شهوة ابن آدم وقال أنا حشوفهم حيعصوني ولا لأ، فالملائكة دولت اختاروا هاروت وماروت ونزلوا للأرض بالفعل وفضلوا يعبدوا ربنا الفترة، بعد طبعا الملكين دولت ما تعلموا كلمة معينة اللي هي بيها ان هم يصعدوا للسماء مرة تانية. وهنا راحت لهم امرأة جميلة جدا وكان اسمها الزهرة او الزهرة، من شدة جمالها روضوها عن نفسها، فاشترطت عليهم ان هم يعلموها الكلمة اللي بتطلعهم للسماء فرفضوا، فاشترطت عليهم تاني ان هم يعبدوا صنم معين فرفضوا برضو، فاشترطت عليهم وقالت لهم في طفل معايا هتقتلوه برضو رفضوا، فطلبت منهم ان هم يشربوا الخمر فقالوا ان ده اهون المعاصي فشربوا الخمر، واول ما سكروا عبدوا الصنم وقتلوا الطفل وعلموها كلمة السر اللي اطلعها للسماء، واول ما فاقوا قالت لهم انتوا عملتوا كل المنكرات، عبدوا الصنم وقتلتوا الطفل وعلمتوني كلمة السر اللي اطلعني للسماء وشربتوا الخمر، فندموا ندم شديد وطلبوا التوبة من الله، فربنا خيرهم بين عذاب الدنيا او عذاب الاخرة فاختاروا عذاب الدنيا، فيقال انهم معلقين بين السماء والارض عند بئر هاروت وماروت في العراق وبيتعذبوا بدخان لحد يومنا ده. أما الست اللي اسمها الزهرة فطلعت السماء بكلمة السر اللي هم علموها لها، فربنا مسخها وبقت كوكب الزهرة المعروف حاليا. والرواية ديت ما صدرتش عن سيدنا محمد أبدا، ولكنها من كلام كعب الأحبار، وده كان عالم من علماء اليهود، بس كعب الأحبار دوت أسلم وبقى من التابعين، وقال عنها الإمام أحمد إنها منكر، وقال عنها الإمام ابن كثير أظن إن الرواية ديت من الإسرائيليات. إذن الرواية الأولى متوافقة مع العقيدة بتاعتنا ومع اللي جه بالقرآن. أتمنى أكون قدرت أداوي فضولكم في النقطة دي بالذات، وبطلب من الله المغفرة لو تحدثت بباطل في أي كلمة من كلامي، فأنا إنسان أخطئ وأصيب. وفي النهاية حابب أشكر الأستاذ أحمد محمود شرقاوي اللي كتب القصة ديت، وبقول له جزاك الله خيرا،
وبشكره جدا على القصص اللي كان بينزلها في شهر رمضان، قصص الأنبياء. الراجل ده بصراحة يا جماعة محترم جدا، كلامه فوق الوصف، ما بينشرش معلومة إلا لما بيتحرى الدقة والصدق بتاعها، ودايما لما بينشر حاجة خاصة بالدين بيكون جايب الرواية الصحيحة والحاجة الصحيحة. فأنا من هنا حابب أشكره وبقول له جزاك الله خيرا. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تضغطوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة. دمتم في أمان الله، كان معكم محمود شعبان، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.